أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض ومن أما بينهما ومن أما شاء ربنا من شيء بعد. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم يا رب صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على سيدنا محمدٍ في الأولين، وصلِّ يا رب وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على سيدنا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ يا رب وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على سيدنا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وبعد، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه العجالة الميمونة المباركة نتطرق وإياكم إلى ذكر الله عز وجل. قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. في هذا النداء الجليل العظيم ينادي الحق سبحانه وتعالى أهل الإيمان، ينادي سبحانه وتعالى أهل الإخلاص والصدق والمحبة لله، يناديهم آمراً إياهم بذكره سبحانه وتعالى. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما من عبادة فرضها الحق سبحانه وتعالى إلا ولها حد معلوم ولها وقت معلوم، ومنها ما تسقط بعذر من الأعذار إلا ذكر الله عز وجل، فإنه يكون في كل وقت وفي كل حين وعلى جميع الكيفيات. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ذكر الله عز وجل يا أحباب رسول الله كما قالوا إن ذكر الله عز وجل هو منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دوما يرجعون، وهو قوت قلوب المؤمنين، والتي متى فارقتها صارت أجسادهم كالحجارة لا روح فيها. وصور لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المشهد فقال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. قال سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: إن لكل شيء جلاء، إن لكل شيء جلاء، وجلاء القلوب هو ذكر الله عز وجل. إن ذكر الله تبارك وتعالى هو تصفية للقلوب وطهارة للقلوب وتزكية للنفوس. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أحباب رسول الله، إن ذكر الله تبارك وتعالى يتأتى على طرق ويتأتى على كيفيات، فمنها ما يكون الإنسان قائما ومنها ما يكون قاعدا ومنها ما يكون على جنبه. قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وقال في آية أخرى: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. قال أهل التفسير: هنا المراد بقوله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري، أي أن ذكر الله عز وجل يكون حال الصلاة، لما الإنسان يكون في صلاته فهو يقرأ القرآن ويسبح الله عز وجل، فهذا ذكر، وهذا هو المقصود من أهل القول الأول. أما أهل القول الثاني من أهل التفسير وعلماء التفسير قالوا في قوله سبحانه وأقم الصلاة لذكري، أي إذا كنت ناسيا للصلاة أو كنت نائما عنها وتذكرتها فأدها فذاك وقتها. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها متى تذكرها فذاك وقتها. قال: وأقم الصلاة لذكري، فإذا أقمت الصلاة فإنك ذاكر لله عز وجل فيها، وتكون متصلا مع الحق سبحانه وتعالى، وتكون قريبا من الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وذكر الله تبارك وتعالى إما أن يكون حالة الصلاة، وإما أن يكون بعد الصلاة، وإما أن يكون في جميع أحوال المؤمن. قال سيدنا: قلنا بأن ذكر الله تبارك وتعالى إما أن يكون في الصلاة، وإما أن يكون بعد الصلاة، وإما أن يكون في جميع الأحوال. ولذلك قالوا: ما طابت الدنيا إلا بذكره سبحانه وتعالى، ما طابت الدنيا إلا بذكره، وما طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. لا تطيب الدنيا ولا تطيب الآخرة ولا تطيب الجنة إلا بذكر الله عز وجل في الدنيا، وإلا بعفو الله تبارك وتعالى في الآخرة، وبالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فهذه الأمور الثلاثة كما قالوا: لا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته. قلنا إن ذكر الله عز وجل إما أن يكون في الصلاة كما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، من قراءة للقرآن أو للتسبيح حال الركوع وحال السجود، وإما أن يكون الذكر بعد الصلاة. قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وذكر الله تبارك وتعالى إما أن يكون ذكراً لله تبارك وتعالى بالتهليل أو بالتحميد أو بالتسبيح أو بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا إله إلا الله. أكثروا من الباقيات الصالحات. ما المقصود بالباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات، الباقيات جمع باقي، والصالحات جمع صالح، أي الباقي الصالح. والله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قال في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون هما زينة الحياة الدنيا، قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالمال والبنون تكون زينتهما في الدنيا، أما الشيء الذي يبقى وينتفع به العبد بعد انتقاله هو الباقيات الصالحات، أي ما يبقى له من عمل، بشرط أن يكون ذلك العمل صالحاً خالصاً لله عز وجل. ولذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في شأن المال، قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح
للرجل الصالح، وقال في حق الولد في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن جملة الثلاث التي ينقطع العمل إلا منها أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح هو من الباقيات الصالحات التي يدخرها العبد بعد انتقاله إلى الله عز وجل. وأيضا المال الصالح من ما يتركه العبد بعده، أي بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الباقيات الصالحات، أي أكثروا من الشيء الذي يبقى لكم بعد انتقالكم إلى الله تبارك وتعالى. قال: التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمات هي التي أوصى بها الخليل رضي الله عنه، سيدنا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ليلة الإسراء والمعراج، فقال له فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرئ أمتك مني السلام، وقل لهم: إن الجنة طيب ثمرها، عذب ماؤها، وهي قيعان، وغرسها أي وأشجارها هي التهليل والتسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل. فذكر الله تبارك وتعالى يكون من الباقيات الصالحات، لأن به يرقى ويتنقى ويصفى ويزكو العبد المؤمن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وهو يغرس غرسا، فقال له: ماذا تفعل يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، إني أغرس غرسا. فقال له: هل لا أدلك على غرس أفضل منه وباق لك خيرا منه وأنفع لك من ذاك الغرس الذي تغرسه؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال: أكثر من قول لا إله من التكبير والتحميد والتسميع ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا من الأذكار التي تأتي عقب الصلوات، وهي أيضا من الباقيات الصالحات ومما ينفع العبد بعد انقضاء الصلاة، قال عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من الموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وأيضا عن سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: معقبات لا يخيب قائلهن. والمقصود بالمعقبات هو الشيء الذي يعقب الأصل. ولذلك لاحظ أن الإنسان مثلا لو كان في محاضرة وألقى درسا أو غير ذلك، وبعدما ينتهي من إلقائها يقال للمجلس: هل من تعقيب، أي هل من زيادات تضاف لتلك المحاضرة التي ألقاها. فالمعقبات هي أذكار تأتي بعد انقضاء الفرض من صلوات وغيرها. فقال: معقبات لا يخيب قائلهن. معقبات لا يخيب، أي لا يخسر ولا يلحقه شيء من الخسران ولا شيء من الشر، وإنما يكون دائما في الربح وفي الزيادة. وهي هذه المعقبات: 33 تحميدا، و33 تسميعا، و34 تهليلا. يعني 33 سبحان الله، و33 تحميدة، و34 تهليلة، فهي تمام 100. وهذه من الأذكار التي أيضا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيدي وقال: يا أبا ذر، إني أحبك. فقال سيدنا أبو ذر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وإني أيضا والله أحبك. فقال فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
إذن يا أحباب رسول الله، إن ذكر الله عز وجل ليس له وقت محدد ولا زمان محدد ولا مكان محدد، بل ذكر الله عز وجل يكون في جميع الأزمنة ويكون في جميع الأمكنة وعلى جميع وفي جميع الحركات وفي السكنات. وقلنا بأن ذكر الله تبارك وتعالى هو جلاء القلوب وهو المنزلة الكبرى، وهو ما يبقى للعبد المؤمن بعد انتقاله إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فمن نحن حتى يذكرنا الحق سبحانه وتعالى في ملأ خير من ملأنا وفي نفس خير من أنفسنا؟ فهذا فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الخير ويعيننا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاللهم يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتوفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.